عجباني الاغنيه دي تحفه تحفه. طب والله اللي عاملها عبقري والله اللي عاملها عبقري والله بجد. لا انا كلمك مهنيا. طب اعدوها لنا كده واحنا بنتكلم. مش لازم تعيدها مش لازم تعيدها. خد يا جماعه حد يبعتها له على الواتس. لا مش تعيدها. لا ما لكن انا بكلمك كمهني كمهنيا تحفه. لا 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 انت بقى بتدعي يا استاذ شبانه يعني. انا جوايا فنان دفين. انا جوايا يا استاذ. انا باركت لك يا استاذ شبانه عشان انت شريك شريك في الانتصار. انت رجعت راجل. انا شريك في اي نجاح لاي منظومه. اه وانا على فكره لما بنتقد حاجات في الزمالك انا بصدر طبعا. انا عارف طبعا بنتقد بس انا شبانه يعني معارك من زمان الزمن. لا يعني وبننتقد للتصوير حق ربنا. لا ده حق ربنا. وبنقعد نقول طول طبعًا. الوقت دي يا جماعه احنا بنقول لكم خدوا بالكم دي مفروض كذا. وبنتكلم على استقرار النادي والاختلاف سبب نجاحك الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. خلاص الست جوان كل خلاص مش هديك تاني بقى. الست جوان يا جماعه النظاف جمال والاغنيه حلوه. لا لا الاغنيه جميله حلوه. لا لا الاغنيه حلوه بجد. وكهربا كويس. لا كهربا طول عمري بيقول عليه ان هو لعيب كبير طبعا. على فكره الهاني سليمان يعني كان في اتصال دلوقتي بيه والراجل قال اقسم انه ده ما حصل وقال حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قالوا عليا الكابتن طارق مش عارف. وهو هيبقى ليه رد ممنوع من الكلام دلوقتي من اداره النادي وان هو هيكون ليه رد قريب جدا. احنا يعني في الاخر يعني دي قضيه ما كان يجب تثار بالكابتن طارق الحقيقه يعني. طيب كابتن سيد نرجع للماتش. شفنا حاجه امبارح عارف انت يقول لك اللهلوبه حمدي فتحي. ايه ده؟ حمدي فتحي يعني هو نجم المباراه الاول طبعا وغريبه ازاي ما ياخدش نجم رجل المباراه عشان بقول لك الاستفتاءات والحاجات دي. بس ديانج كان كويس. بس هو حمدي لا ده حمدي فتحي مؤثر في الاهداف كمان. اه كنت الثلاثه الاهداف الثلاثه طبعا يعني هو عامل واحد ولخبط الديفنس في يعني انت اللي بتختار يا كابتن. هتختار ديانج ولا حمدي فتحي؟ اختار حمدي الاشتراك في الثلاث اجوان طبعا. وبرده لسبب ثاني ان هو تحركه في الثلاث اهداف المكان ده اصلا يعني حمدي التكمله فيه مش صحيح. مش بتاعته يعني الجول ده هو ده سر نجاحه. اه لان هو جاي من تحت محدش مراقبه يعني. اه طبعا عملها كويس قوي. خلي بالك حمدي كان هيغيب عن المباراه يعني 90% ما كانش هيلعب عشان حط ابر. كان مصاب. حط ابر. وري صوت الابر دي يا جماعه كده عشان الناس تبقى فاهمه. الناس فاكره انها ابر صينيه. لا ده طريقه علاج يعني. الدكتور ابو عبله قال انها ابر حاجه اسمها ابر جافه. اه دي بتساعد على التئام يعني حاجه جوه العضلات كده بنسبه 50-8 حاجه طبيه تكنيكال يعني. بس اللي انا فاهمه انها بتساعد بالزمن بنسبه 50%. هو يعني هيقعد اسبوع. الدكتور وفائي شغال بيها بقاله يعني اكتر من سنتين. مين الدكتور ابو عبله؟ الدكتور محمد وفائي اخصائي العلاج الطبيعي اللي موجود في النادي وموجود في النادي في الجهاز الطبي مع الدكتور ابو عبله يعني من الناس. دي الابر يعني في الناس بعض الصور ما نزلت افتكر دي ابر صينيه. هي حاجه اسمها ابر جافه. دي حاجه تكنيكال. بس حمدي فتحي حاسس ان عنده مشكله في رجليه يعني في حاجه عايز فتره راحه معينه. بيتدغدغ كل ماتش اصلا. لا مش شرط ما يتدغدغ. لا هو لا يا راجل الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم على سموحه على التكلينج ايه ده طارق حامد. انا بقول بص حمدي فتحي واكرم توفيق وقبلهم طارق حامد الثلاثه دول قلبهم ميت في الملعب يعني. كميه تكالنج بجنون. بس حمدي على الاداء الفني في الثلاث اجوان بيتحرك في ثلاث اماكن مختلفه وبشكل كويس جدا وبيتعامل اصلا مع الكره يعني الكره اللي جت من حسين الشحات التعامل بتاعه اصلا ان هو يوقفها وبعد كده يلعبها بالماو ده اصلا يعني دي سيطره مش اي حد يعملها. اه مش اي حد. سهل جدا تهرب منك. سهل مزبوط. جدا تاخد قرار متسارع وفي مكان خد بالك يعني مكان مش سهل انك تسيطر فيه كده. والنقطه الثانيه ان هو شايف كهربا يعني هو شايفه يعني هو اللي عايبها له وتحرك كهربا لو سمحت. وتحرك كهربا طبعا وان هو خطف الكره واسمه كهربا بقى بيعمل قلق دلوقتي. بص اتمنى أنا ربنا يسهله ويكمل ما يبقاش ماتش كده ولا بتاع يكمل. المهم فيتوريا فرحان وحزين. اه ايوه داخل المنتخب خلاص ولا لا؟ فرحان من اداء لعيبه الاهلي يعني اتكلم على حمدي فتحي واتكلم على كهربا واتكلم على الشناوي واتكلم على كذا لعيب في الاهلي الحقيقه وادائهم. وزعلان جدا جدا قال لك ان في هبوط مفاجئ هو مش عارف مش له تفسير للعيبه الزمالك يعني. هو قال ان هو مفهوم عناصر اساسيه. زعلان ايه؟ انت ارجع للي قاله كابتن سيد. هو عالم دي حد يخش منه منتخب لا تتكلم تراجع في اداء زيزو. مين؟ اداء امام عاشور. ما زيزو امام بس. اه طبعا زيزو امام. غياب فتوح. ما دي اسماء اساسيه في المنتخب يا احمد ما فيهاش صحيح يعني. هو الراجل متضايق جدا. هو برضه ما دي اسماء يعني. حتى لو زيزو وصلاح بيلعب زيزو هو بديل قوي. زيزو لغز كبير طبعا. لغز كبير. عارف ليه؟ بص يا كابتن يعني من السنه اللي فاتت خد بالك زيزو ما يطلعش
بقى المدرب بقى بيحبه ما بيحبوش او بتاع. طب ما يطلع اخر 10 دقايق، ما يطلع هات لي كده ان زيزو عمل تغيير. ما ينفعش. بس انا عايز اقول لك على حاجه، زيزو السنه اللي فاتت يا احمد اللعيب الوحيد في مصر اللي كان مستقر مستواه طول الوقت، والإشادة بيه كانت بتبقى عشان كده نتيجة كده 90% من الماتشات اللي بيلعبها تركيز عالي جدا. لا بس كان بيخرج من أيام كارترون، هو بيخرج، لكن ده من السنة اللي فاتت. أنا بتكلم إن هو أداؤه كان كويس. ما ماشي، ما أنت مش آلة برضو في الآخر، مش أنت آلة. يخرج يخرج ربع ساعة ويخرج، لكن أي حد يخرج ما عدا زيزو. ركز هتلاقي كده. قصدك إن هو مجهد يعني؟ طبعًا طبعًا ممكن يكون يعني لا ما اظنش، بس الحاله الفنيه بتاع الفرقه مجهد جدا مأثره عليه بشكل كبير. انما انا اللغز الاكبر بالنسبه لي امام. انا بشوف ان عنده امكانيات كبيره جدا، لعيب من اللعيبه المهمه جدا. انا دايما بشوف ان فوقان امامي فوق الزمالك، بس بشوفه يعني بامانه انا من النوع اللي ما احبش اللعيبه اللي هو يوم فوق ويوم تحت، واول ما ابقى فوق ماتش اعمل بعديه 3 4 ماتشات وحشين جدا. يعني هتقول امام مثلا ماتش قمه اللي جاب فيه جون هو كان احسن ماتش ليه. شوفوا السوبر، شوفوا الماتش بتاع امبارح. بتتكلم على الماتشات الكبيره؟ لا ده بيتكلم على قضيه في منتهى الخطوره. شوف فهو ان انت يبقى عندك الثبات الانفعالي اللي بعديها ان انت جبت جون بقى في الاهلي وماشي ارض تقدم عليك في عمرو دياب. اللي انا عملت مباراه تبقى خلاص عامل في عمرو دياب فخلاص. ايوه فخلاص ان انا كده اي حد يبقى يعيش في الدور عامل في عمرو دياب. فاللي هو انا عملت مباراه، فبعد كده يعني هي النقطه فين الاستمراريه؟ فين انت بتكلم على واحد؟ بس خد بالك مفترض العكس هو الصحيح. يعني مفترض لما الفرق الكبيره تتراجع الاسماء الكبيره فيها هي اللي تشيل الفرقه. يعني انا متصور كده. يعني هل ينفع الزمالك، وانت اللي تجاوبني احسن حد تجاوبني، يجي في امبارح جول مثلا فيريرا اخطا ما اخطاش في حواديت مش حواديت تغيرات، لكن انت الجول جه في الدقيقه 61 صح كده؟ عندك 30 دقيقه مفيش هجمه. طيب هقول لك حاجه بمناسبه تغييرات فيريرا، حنيه الفانيلا والطموح والاصرار والرغبه فين ده كله؟ بمناسبه تغييرات فيريرا، الاشكال كلها على مين اللي طلع؟ مسلوسي. اللي انا عرفته انه بين الشوطين حمد المسلوسي كان بيشتكي ان هو مصاب عايز يطلع. لا بس خرجته وهو بيتكلم معاه. ما انا مش انا معلومه شبه الرياكشن بتاعه غلط، ان انا بقول معلومه. يعني ممكن يكون احنا فهمنا الرياكشن غلط. انا لا هو قال له كده، لا كان عايز كان زعلان وطالع، بس معلومه ان هو دي معلومه اكيده ان هو بين الشوطين طلب يعني تغيير. طلب تغيير هتلاقيها هتظهر بعد كده بعد الايام اللي جايه دي وبتاع. هل بقى او اشتكى؟ انا بقولش طلب تغيير، اشتكى من رجله او حاجه زي كده. دي المعلومه اللي عندي واللي انا واثق منها. هل بقى صح غلط بتاع؟ لكن هو كان طبعا ما كانش عايز يطلع. هو ما كانش عايز، ممكن برضه يبقى مصاب ومش عايز يطلع وزعلان في الماتشات دي، لكن انا بقول لك معلومه انا عارف انا بقولها لك. لان هو كان كويس جدا، احسن واحد. ما برضه اتضايق لان هو كان احسن واحد في الفرقه. بص يا فندم، بص يا فندم، بص يا الشمال دي شويه الحقيقه. تعليمات المسلوسي ايه؟ المسلوسي هيبدا ما تعديش خالص عشان معلول. هو كان نازل عشان كده، تلاحظ ان هو ما بيتقدمش خالص. لا بس خد بالك ان مسلوسي ليه ماتشات قيمة. ده انا بجيب لك المحاضره. ايوه كان له اخطاء في اداء، بس امبارح فعلا التعليمات اللي خدها كان منفذها. بص هو كده، هو بينفذ، هو ممكن مش جامد قوي بس بينفذ، عشان كده بيتفوق على نفسه. لا يعني اقصد تعليماتك كانت زي كان أخطاء. ان حتى اللي يزيد لكن ده ما انت نرجع كده الشوط كله، الشوط الاولاني ما عداش، كان قافل مع معلول وعبد القادر كويس خالص بصراحة. هو واقف عشان الجبهه دي الخطيره او الكلام ده. فانت اما طلع حصل اللي حصل. لا بس هو مش خروجه هو اللي اثر لوحده، ما لحقش الدربكه طبعا. ده هو التغيير قبل الجون بدقيقه. تحريك اللعيبه في الملعب ونقل الاماكن هو اللي عمل كده. يعني هو لو طلع المسلوسي ونزل باك رايت، عمر جابر لعب باك رايت مثلا، الامور هتبقى طبيعيه. انما هو حرك 3 4 لعيبه عشان يعمل دي. كابتن سيد ساعات ناس بتقول لك العبقريه من المدرب ان بيقوم مدخل كابتن سيد يجيبه خليه هاف رايت وبعدين يجيب مع كلمه كليفت. توقيتها ما هو مستر فيريرا السنه اللي فاتت مثلا كان في ماتشات جدا الناس بنشيد بيه وبنتكلم عنه بشكل كويس في تغييراته، لان نتيجه المباراه يعني انت بتحقق الهدف اللي بتعمل عشانه التغيير. انما انت على العكس تماما، انت مباراه يعني اعتبرها من الدقيقه 60 لحد الدقيقه 90 درس في الكوره في كل حاجه. حتى في الاخطاء، حتى وخصوصا لمستر فيريرا كل حاجه في الكوره غلط، كل حاجه اتعملت غلط، التغييرات كلها غلط، تواجد اللعيبه حتى جوه الملعب. شوف الاجوان اللي داخله فرقه النادي الزمالك. اللي انت قلته برضه، ما احنا ما كلمناش فيه كلام مهم اللي انت قلته. ما هو انت اي حد، ما هي المشكله تحس ان مفيش قائد للفرقه. كاستر شمال بيقول سؤال مهم جدا، بيقول لك يعني انت شايف الاجوان عماله تيجي ورايح جاي؟ ما انت في حاجات دي بعيد عن المدرب برضه. كابتن سيد يتكلم فيها اكتر مني، يبقى في لعيب كبير او اتنين لعيب كبير يشد الفرقه
صح. مين اللي هيشد؟ صح. تعالى معايا، عندك زيزو عندك شيكابالا في الملعب. لا ما كانش في الملعب. لا لا استنى، ما كانش في الملعب. ما شيكابالا نزل، ما نزل فيها. بس مين اللي هيشد دلوقتي؟ مين اللي هيشد؟ ما فيش حد يشد خالص. خد بالك شيكابالا نزل في الدقيقه 75. طيب كانت النتيجه وقتها يعني هو الجول جه وكان واقف على الخط والنتيجه واحد ودخل الجون الثاني. الجون الثاني فاهمني. فنازل الماتش خلصان، عندك زيزو برده في الملعب نازل الماتش خلصان. لا ما هو في فرق انك تبقى لعيب كويس وانك تبقى لعيب كبير تشد الفرقه وتبقى قائد. مش طارق حامد ما هو طارق حامد كان زيزو لعيب كبير قوي، لكن انت كابتن سيد اكيد فاهمني ان انت تبقى لعيب قائد وتشد دي ويلعبوا يا رجاله.